اللهم لك اللهم السلام. شرب كم يا حاج؟ شرب كم من هذي؟ 11. شرب كم؟ عامل كم يعني؟ فصل بكم؟ فصل بكم؟ ها؟ ب 17 1700. بالصلاة على النبي صوم ونوم. على النبي صوم ونوم في الدولة بتاريخ 17/9/2022. شرب كم يا حاج الذكر ده؟ 3000. ها؟ 3000. 3000؟ 3000 يابا. 3000 يعني. بالصلاة على النبي 3000. صوم ونوف الدولة بالصلاة على النبي. صوم ونوف الدولة بالصلاة على النبي. مغاربة ورشيدة وبلدي. يوم السبت بتاريخ 17/9/2022. باشا علينا بتبدأ من 10000 جنيه. أحلى ناس يا باشا. الصلاة على النبي. حيمل لي السباقه. ارجع ورا ارجع ورا. سوق منوفي الدولي الصلاة على النبي بتاريخ 17/9/2022. اسعار عامل ايه النهارده؟ اسعار من 1500 ل 2000 جنيه يا جماعه. بالصلاة على النبي جميع كل حاجه موجوده في سوق منوفي الدوله. شارب كم يا معلم؟ شارب كام؟ ها؟ 33. بالصلاة على النبي ذكر ب 33 في سوق منوف الدولة بتاريخ 17/9/2022. شارب كم يا حاج الخرطة؟ كم؟ 23. 2300. بالصلاة على النبي في سوق منوف الدولة بتاريخ 17/9/2022. شارين بكام يا رجال؟ شارين بكام بالصلاة على النبي كده؟ 35. هتنزلوا على البرنامج كوان ان شاء الله. 3500. سوق منوف الدولي بالصلاة على النبي بتاريخ 17/9/2022. 17/9/2022. سوق منوف الدولي. شارب كام يا معلم الصلاة على النبي العجل ده؟ 95. 9500. هتنزل على البرنامج كوان ان شاء الله. 9350 بالظبط. بالصلاة على النبي. سوق منوف الدولي. الدولي بالصلاة على النبي. بكام يا حاج الذكر ده؟ جايب شارب كام؟ 17 ونص. 17000 ونص. لا حلو حلو. 17000 ونص. ومنوف الدولي بتاريخ 17/9/2022. اسعار نار. صلى على النبي. اللهم صل على النبي. بكام يا حاج العجلين دول؟ صلى على النبي. بكام؟ صلى عليه. عايزين بس نعرف المشاهدين. 13 ولا بكام؟ 13 يعني. حاجه 13 بقى. 13 بالذكر بط ولا حاجه. امال بكام يا معلم؟ 16 كده ولا حاجه. بكام يعني الاثنين دول؟ 15 ونص. 15 ونص ده؟ 13. ودي ب 13. الصلاة على النبي. 13 الابيض. ودي ب 16 ونص. ذكرنا اللهم صل على النبي. سوق منوف الدولي بتاريخ 17/9/2022. هتنزلوا على برنامج كواي. شو ده بالصلاة على النبي الذكر ده؟ 5000. الاسعار مولع عليك كده. ذكر ب 5000 يا جماعه في سوق منوف الدولي. ايه يا راجل؟ ده هيرجع لك دلوقتي. الصلاه على النبي تاريخ 17/9/2022. على النبي ثلاث عجله. بكام الثلاثه دول يا معلم؟ ببلاش. 90000. يا بلاش. بكام بقى الله؟ 150 جنيه. بكام يا حاج؟ بكام بامان؟ ب 100000. ب 100000؟ ثلاثه ب 100000 والله ولا ب 90؟ سوق منوف الدولي بالصلاه على النبي. بتشرب كام يا حاج البقره ولا دني؟ كام؟ ب 25000. بقره ولد بلدي. ها؟ خلاف فنتايه ب 25000. اللهم صل على النبي. سوق منوف الدولي بتاريخ 17/9/2022. خش يا ابني بالتريلات اللحم دي خارجه من سوق منوف يا جماعه بالصلاه على النبي. بكام التريلات دي؟ يتحبوا مراك اهو. بكام يا معلم بالصلاه على النبي اتنين دول؟ بكام؟ 44000. اهلا. وانت اللي بتصور؟ اه. ب 40000. يلا روح بقى. ب 40000. ده يعدوا لها هيموتوا الناس. هيموتوا الناس هم. ده يعدوا ال 50000 يا حاج دوم. الصلاة على النبي. دوم منوف الدولي. بكام؟ 26000 ونص. الصلاة على النبي. 26000 يا جماعة ونص. بس هننزل على برنامج كواي. الصلاة على النبي الدولي واحدة. في تاريخ 17/9/2022. سوق منوف الدولي. كم اتذكر ده يا معلم؟ سوق منوف الدولي في تاريخ 17/9/2022. شارب كم اتذكر ده؟
فاضي. 24000؟ لا اله الا الله، اسعار نار يا ولد، اسعار نار. 24000 سومنوف ب 24000 جنيه بالصلاه على النبي عجله، اللهم صل على النبي. سومنوف الدولي بتاريخ 4/17/2022. هو بقول صور صور لا تتعور. بكم ده؟ بكم اتنين على بعض؟ ب 40000. انت كذاب، يعدوا 50000. ما انت عارف محافظ اهو. واحنا برضه ناس بيحب نسمع الكلمه من بق التاجر. لا انا مش تاجر، لان كل يوم في سعر جديد. وخلي قلبك حديد، النهارده عيد. صلي على النبي. موسى الوالده ليه؟ بكام بالصلاه على النبي كده؟ 27000. اللهم صل على النبي. تاني ولدي ليها 27000 يا جماعه بالصلاه على النبي. ها خلف ايه؟ خلف ايه؟ نتايه بالصلاه على النبي. تاني ولدي ليها تنزل على برنامجكم ان شاء الله بتاريخ 17/9/2022.